الفرح تحول إلى استاد القاهرة فجأة. ومن الرقص على أغنية أحمد سعد إلى الرقص على أغنية الأهلي، التالتة شمال بنهز جبال. فرح ابن عدلي القيعي حضروا كل فنانين مصر من أول كريم فهمي لمحمد فراج. بس الغريب اللي حصل في الفرح اللي تحول فجأة لأغاني النادي الأهلي. بعد فوزه بالبرونزية في كأس العالم للأندية اللي بتقام في السعودية، تعالوا مع بعض نحكي قصة فرح ابن عدلي القيعي اللي بقى ترند مصر فجأة. يلا بينا نبدأ الحكاية. القصة بدأت من عند بنت عدلي القيعي اللي نشرت فيديوهات من الفرح واللي محدش أصلا كان يعرف إن في فرح. الكل اتفاجئ بالفيديوهات اللي كان فيها جميع فنانين مصر من أول أحمد سعد وكريم فهمي وبسنت شوقي وكمان محمد فراج. والغريب بقى ان وقت الفرح ده كان الاهلي بيلعب في كأس العالم للأندية في السعودية في نفس ميعاد الفرح، والماتش شغال، كان الكل مركز في الفرح. بس المفاجأة اللي حصلت والفرح شغال لما الفنانين عرفوا ان الماتش خلص والاهلي حصد على البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه. فجأة وبدون مقدمات اشتغلت اغاني النادي الاهلي وتحس كده انك بقيت في استاد القاهرة. والكل بيغني التالتة شمال بنهز جبال وبأعلى صوت بنشجع الأبطال، فريق كبير فريق عظيم. بعدها دخل أحمد سعد بأغنيته الشهيرة إيه اليوم الحلو ده؟ إيه الناس الحلوة دي؟ اليوم الحلو ده. بس كالعادة كريم فهمي ومحمد فراج سابوا الفرح وراحوا يرقصوا مع مين؟ الغوريلا على أغنية النادي الأهلي. طب هتقولي ايه اللي قلب الفرح كده فجأة؟ هقولك لان كريم فهمي بيعشق النادي الاهلي ومحمد فراج اصلا كان لعيب في النادي الاهلي، وطبعا مش هننسى عدلي القيعي اللي شغال اصلا في النادي الاهلي، علشان كده تحول الفرح وكأنه استاد القاهرة. نيجي بقى للي خطفت القلوب في الفرح وهي منة عدلي القيعي، شاعرة غنائية ابنة مستشار التعاقدات في النادي الاهلي عدلي القيعي، وبدأت رحلتها في عالم الفن ككاتبة إبداعية في مجال الدعاية والإعلان، حتى خطت أولى خطواتها الاحترافية في كتابة الأغاني عبر أغنية يا دنيا علمينا ما تعلميش علينا مع أحمد شيبة، وتعاملت مع فنانين كتير منهم وائل جسار. ومش بس كده، دي كتبت أغنية مهرجان الجونة اللي قدمها رامي عياش. في النهاية حب وكيان النادي الأهلي ما بيقفش، النادي الأهلي العشق في القلب. ولو انت بقى مشجع أهلاوي قولنا بتشجع النادي الأهلي منين ومن أي محافظة؟